يا جماعة تعرفون المكان اللي الوحيد في العالم اللي ما يجيه مطر وفي الجزيرة العربية؟ تدرون ليش ما يجيه المطر؟ طيب بقول لكم، قرية الحطيب التابعة لمدينة صنعاء عاصمة اليمن هي المكان الوحيد في العالم اللي ما يجيه مطر. تدرون ليش؟ لأن أهلها وسكان القرية يسكنون فوق السحاب. سبحان الله، بحط لكم الصور. طبعا القرية ارتفاعها تعتبر أعلى مكان في العالم، ارتفاعها 3200 متر. قرية الحطيب يا أخوان تعتبر أعلى مكان يسكنه البشر في العالم. عدد سكان القرية تقريبا 400 شخص، كلهم يشتغلون في زراعة البن اليماني المشهور، اللي يقول فيه الشاعر خرب من هذاله واللي ينقطع له من وراء صنعاء عنينا. طبعا المطر ما يجيهم لانهم ساكنين فوق السحاب ويشوفون السحاب تحتهم. سبحان الله، سبحان الخالق. خلوني بوريكم الصور.